أزمة اقتصادية جديدة في أمريكا تهدد العالم، شبح الإفلاس يطارد واشنطن، هل تعجز عن سداد ديونها؟ الفترة اللي جاية مهمة ولازم نتابعها من قريب لأنها تخص الاقتصاد العالمي، فالوضع أشبه بالكابوس وبترقب العالم كله ما ستسفر عنه المناقشات حول سقف الديون الأمريكية. زلزال اقتصادي عالمي بسبب عودة الاقتصاد الأمريكي للواجهة، والسبب هو اقتراب نفاد السيولة لدى الحكومة الأمريكية وتزايد الغموض حول مصير سقف الديون الأمريكية. الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بيعطل رفع سقف الديون، وحال عدم التواصل لحل ستعجز واشنطن عن سداد ديونها. كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي علقت على هذا الأمر قائلة: لدي ثقة كبيرة في أمريكا، مضيفة: لا أستطيع تخيل لأنهم سيسمحون بحدوث كارثة بهذا الحجم. وتبعت: في حالة حدوث ذلك فأنه سيكون هناك تأثير سلبي للغاية، ليس فقط على أمريكا، حيث سيكون هناك تحدي للثقة على مستوى العالم. فتخلف أمريكا عن سداد ديونها سيضرب أيضاً الدولار كعملة احتياطات دولية، ويؤجج الأزمة المصرفية اللي بتضرب العالم بالفعل 31.4 تريليون دولار الحد الأقصى لسقف الاقتراض حالياً، ولا يوجد إجماع حتى الآن على اللحظة التي ستنفذ فيها السيولة، و300 مليار دولار أنتجنيها الحكومة من الضرائب، وهو قد يؤجل الإفلاس حتى يونيو المقبل.